يحيي العالم غدا 30 من يوليو اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، والذي يعد من الجرائم الخطيرة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواء في بلدانهم أو خارجها. يعد الإتجار بالبشر جريمة، ويتأثر كل بلد في العالم من ظاهرة الإتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا. وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها المساعدة للدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول منع الإتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص. تعد دولة الإمارات من أكبر الدول الداعمة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، وبفضل جهود الدولة في التعاون الأمني الدولي اختار العالم الإمارات لحفظ أمنه، وذلك بانتخاب اللواء الإماراتي الدكتور أحمد ناصر الرئيسي لرئاسة المنظمة لأول مرة في تاريخها على مدار 100 عام منذ تأسيسها. ويلعب الانتربول دورا كبيرا في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر حول العالم. وللمزيد حول الموضوع أيضا ينضم إلينا عبر الاتصال الهاتفي اللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول والمفتش العام بوزارة الداخلية. أهلا وسهلا بك وصباح الخير. صباح الخير لأخ محمد، ونصبح على مشاهدين قناة دبي الكرام، ونقول لكم مبروك الرحمة على دولتنا، دولة الأمن والأمان. الله يحفظكم إن شاء الله. اللهم آمين. ومثل ما ذكرنا في بداية الحديث عن أن يوم الغد هو اليوم العالمي لمكافحة الإتجار أكيد بالبشر، ما هي جرائم الإتجار بالبشر وكيف يتم استهداف الضحايا؟ في البداية نشكركم تلفزيون دبي على الاهتمام بهذا اليوم المهم حقيقة العالمي، اللي أيضا المنظمة الدولية الانتربول تهتم فيه اهتمام كبير، والعالم أجمع يهتم فيه حقيقة لما له من أهمية. واليوم الإتجار والبشر يعني هو شكل من أشكال الجريمة الدولية المنظمة، يكلف كثير من الأموال مليارات الدولارات، ويشكل يعني ما يسمى بعبودية العصر الحديث. يستهدف ضحايا من خلال يعني طبعا نقاط ضعفهم، وكذلك يتاجرهم بين الدول العالم والمناطق باستخدام سواء الخداع أو أكثر الأوقات أيضا الإكراه، وهذا حقيقة شيء يعني يمس البشرية أجمع يعني. نعم، يمكن الكثير يتساءل أيضا عن أنواع الإتجار بالبشر، لو أيضا تذكر لنا هذه الأنواع سعادتك. والله يعني أنواعها كثيرة، ويعني الارتباط الإتجار بالبشر بعدد حقيقة من الجرائم، وهذه يمكن هي يعني أساس الموضوع. ما في شك تدفق الأموال الغير مشروعة هذه جزء أساسي ومهم في هذه الجريمة، كذلك استخدام وثائق السفر المزورة. اليوم الجريمة أيضا اللي يعني بدت تزداد في العالم أجمع، وجعلت العالم كله قرية صغيرة، اللي هي الجريمة السبرانية. يعني اليوم ما في شك أن الانتربول يعني يعمل على نظمان تدريب وتأهيل لهذه الجهات إنفاذ القانون حول العالم لتحديد هذه الحالات من إتجار البشر، وكذلك التحقق في بجميع أشكالها يعني في هذه الجريمة حقيقة اللي يعني مقلقة للعالم أيضا. أيضا يعني إذا تحدثنا عن دور منظمة الانتربول في مكافحة جرائم الإتجار في البشر مع الدول، شو هي؟
والله هناك دور كبير حقيقة تلعب هذه المنظمة. احنا لما نتحدث عن يعني مثل ما سبق ان ذكرت عن ايضا الاستغلالات والانشطه الاجراميه هذه القسريه، وفيها مثل ما قلت ان فيها اشياء ايضا مثل الجرائم العابرة القارات، وكذلك يدخل فيها ايضا استئصال الاعضاء، وهذه الامور كلها تحتاج الى بناء قدرات. ومن اهم الاشياء اللي تقوم بها المنظمه هي بناء القدرات على المدى الطويل من خلال مشاركة أحدث تقنيات التحقيق، كذلك تعزيز الدول الأعضاء بأدوات ونظم تبادل المعلومات الاستخبارية على الصعيد طبعا العالمي، وهو عمل يعني جدا مهم اليوم للمنظمة لأنها يعني فيها 195 دولة، وما في شك أن اليوم الدولة على يعني كل دولة على حدة لا تستطيع أن تعمل مفردة، وهذا العمل يعني المهم اللي تقوم بالمنظمة. ايضا تضمن الدوله العمليات المشتركه اللي يعني جدا مهمه لي ايضا لمحاربه هذه الافه والجريمه اللي يعني بدت ايضا لها تاثير على كثير من الدول، وكذلك اتخاذ يعني اجراءات ملموسه في الميدان عشان تعطل وتفكك هاي الشبكات، لان هي يعني مش فرديه، هذه شبكات منظمه، وما في شك ان هذه ايضا العمليات اللي يقوم تكون فيها تبادل خبرات، لان في يعني دول كثيره تشارك فيها، ايضا يتم تبادل خبرات في جانب الاساليب الجراميه، وتكون في ورش عمل في مؤتمرات عالميه ايضا يعني تقوم بها المنظمه. وكذلك ان من الاهم من هذا هي المساهمه ان نساهم في صياغه التشريعات الدوليه، وكذلك في دلائل وكتيبات انفاذ القانون لتعزيز هذه مكافحة هذه الجريمة في العالم. نعم، إذا تحدثنا أيضا عن ترجمتكم لهذا الدعم أيضا من الانتربول على أرض الواقع كيف يكون؟ اليوم يعني في كثير من الدول، ولكن لما نتحدث اليوم من قناة إماراتية حقيقة مثل تلفزيون دبي، يجب أن نشيد بالدور الإماراتي اليوم في العمليات اللي قامت في دولة الإمارات. الإمارات كان لها الدور الأكبر بأنها يعني احتضنت غرف العمليات الخاصة بعمليتين مهمات أنا بذكرها، لأن في عمليات كثيرة، ولكن بذكر العمليات اللي تمت في عام 2022. هناك عملية اسمها الويكاتو، عملية دولية مشتركة قادتها منظمة الانتربول مع 44 دولة في 4 قارات، ساهمت في إنقاذ أكثر من 700 ضحية من تجار البشر في سياق يعني عملية شرطية تتولاها الانتربول، وكذلك فيها تهريب مهاجرين، تم القبض على 300 شخص منهم 83 مهرب مهاجرين و88 شخصية يشتبه في قيامهم بالتجار بالبشر، وأجرت حوالي 100 عملية اعتقال لجرائم أخرى يعني مرتبطة بهذه الجريمة مثل تزوير الوثائق، الجريمة المنظمة والتجار بالأسلحة النارية مخدرات. يظهر يعني الطابع المتعدد لهذه الأنشطة الإجرامية في هذه في الجريمة المنظمة. وأيضا إذا بنتحدث أيضا عن عملية أخرى تمت في أيضا في دولة الإمارات في هذا العام، يعني كانت أيضا جدا عملية مهمة وكبيرة وشاركت فيها دول كثيرة، كانت عملية ما يسمى بالستور ميكر في شهر 3، قادتها يعني منظمة الانتربول مع 25 دولة، ساهمت أيضا في اعتقال 121 شخص، فتح تحقيق مع 93 أيضا متهم، يعني نفذت خلالها القوة الشرطية وكذلك أنقذت 80 ضحية من الجار البشر، وكشفت حوالي 3400 مهاجر غير مشروع من خلال 15 عملية تدقيق في قواعد بياناتها. طبعا القواعد بياناتها هذه المنظمة
ما في شك اليوم لما ترى 195 دولة تساهم في هذه البيانات، فيها أضخم يمكن قاعدة بيانات لمنظمة في العالم، فكانت عمليات حقيقة منسقة يعني، والإمارات رائدة دائما في هذه العمليات والمشاركة، ودائما رغبة دولة الإمارات ويمكن ثقة العالم أتت من هذا المنطلق أيضا، أن دائما في العمليات الدولية نكون يعني سباقين للمشاركة وللمساهمة ونكون فاعلين حقيقة في هذه أيضا في فإحنا نتوجه بالشكر لقيادة دولة الإمارات على هذا العمل حقيقة الجبار اللي دائما مستمرة فيه للمساهمة في تعزيز الأمن الدولي. نعم سعادتك، يمكن أخيرا لو نتحدث أيضا عن أسس وأساس نجاح العمليات بقيادة الانتربول أيضا، ما هو؟ أهم عامل لهذا النجاح هو التعاون الدولي ووجود عدد من الدول الحقيقة اللي يعني عندها الرغبة مثل دولة الإمارات للمساهمة والمشاركة في العمل الأمني الدولي. هذه من أهم الأمور اللي تسبب يعني سبب رئيسي للنجاح، وكذلك قواعد البيانات. اليوم أنت القوة في المعلومة، القوة في البيانات الموجودة، لما تجد منظمة بهذا الحجم وفيها هذا الكم من البيانات وفيها أيضا من البيومتركس أو البصمات وفيها من البيانات والصور اللي موجودة، وأيضا أيضا التواصل المستمر بين دول العالم اللي أيضا رصد هذه المخالفين أو المتهمين من أو مجرمين اللي أيضا ثبتت عليهم هذه النوع من القضايا، أو قيادات أيضا هذه المنظمات اللي تعمل في هذه الجرائم حقيقة، هذا يساهم مساهمة كبيرة حقيقة في النجاح. ودائما تكون العمليات عمليات ناجحة ولها أيضا مردود كبير مثل ما سمعت من الأرقام اللي حققت، وهذه أنا تحدثت فقط عن عمليتين في دولة الإمارات، ولكن لما تتحدث عن العالم هناك عمليات مستمرة في كل قارات العالم تقودها منظمة الانتربول. واليوم نحن أيضا في هذا العهد الجديد اللي برئاسة يعني رئيس من دولة الإمارات لهذه المنظمة الدولية، ما في شك أن العمل تزايد وأيضا تصاعدت عدد العمليات والتنسيق صار أكبر، لأن بدينا ننقل خبرة وتجربة دولة الإمارات للعالم من خلال هذه المنظمة ومن خلال هذا المنصب حقيقة الرفيع اللي تولته دولة الإمارات. مثال إماراتي أكيد نفتخر به سعادتك اللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول والمفتش العام بوزارة الداخلية، يعطيك ألف عافية على هذه المداخلة وعلى هذه الإيضاحات.